أبطالي يا أهلا، النهاردة كنت ناوي أتكلم عن نظرية مهمة جدا من نظريات الكرتون، وكنت الحقيقة محضر لكم حلقة مرعبة جدا عن كرتون كلكم بتحبوه، ولكن قررت أن أنا أتكلم عن الشخصية الأكثر طلبا في القناة واللي لقيت الأبطال بيطلبوها مني في فيديوهات كتيرة جدا، خصوصا بعد ما اتكلمت عن جيف القاتل، تلك الشخصية الغامضة اللي أثارت فضولكم وعجبتكم. أما شخصية النهاردة فهي لا تقل غرابة ورعب عن شخصية جيف القاتل، بل الفرق ان شخصية جيف القاتل خيالية. اما النهاردة انا جاي لكم بخبر صادم جدا. وانا قاعد ببحث وادور واغوص في اعماق الشخصية المرعبة اللي طلبتوا مني ان انا اتكلم عنها، لقيت شيء صدمني جدا. والشيء الصادم ده هو ان شخصية الرجل المبتسم ليست شخصية خيالية، ولكن شخصية حقيقية موجودة على ارض الواقع، وممكن تقابلك يا بطل في يوم من الايام، زي ما قابلت عدد ضخم جدا من أبطال قصتنا اللي هنتكلم عنهم دلوقت. ملحوظة صغيرة قد النملة مهمة قد الفيل. هذا المحتوى ترفيهي من الدرجة الأولى، وهدفه الوحيد هو تخفيف ضغوط ومشاكل الحياة عن الأبطال، فالأبطال وقادتهم هم أشخاص لديهم أحلام كبيرة ويسعون لتحقيقها، وهذا الفيديو هو بمثابة هدية صغيرة مني تشجعهم إنهم يكملوا يومهم ويكونوا في حالة مزاجية أفضل. فإن كنت شخص عادي لم تنضم للأبطال بعد، فلا داعي للفلسفة يا صديقي، فهذا المحتوى ترفيهي من الدرجة الأولى. وإن كنت تريد الانضمام إلى الأبطال فالشروط بسيطة جدا، اضغط على زر الاشتراك ليتحول من اللون الأحمر للون الرمادي، واضغط كمان على زر الإعجاب، وأخيرا اكتب كلمة السر مارو في ظهرك جيش من الأبطال. ولكن يا بطل ما تنساش تكتب جنبها بطل جديد عشان أضمك للقائمة. أما بالنسبة لقادة الأبطال خدوا بوسة وجاهزونا يا أبطال. بسم الله فلنبدأ. مارو وانت فين؟ مارو انت اختفيت؟ مارو وانت جيت؟ مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهاية المسلسل. عرض القفا هو مستك مارو موسى يعني مستة، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. في خلال 60 عام اللي مضوا تم الإبلاغ عن عدد ليس بقليل من القصص الغريبة والمتشابهة، القصص المتشابهة لدرجة كبيرة على لقاء غريب بين البشر وبين مخلوق غريب عنده وجه مبتسم، ابتسامة مهووسة مرعبة تخليك تشعر بعدم الأمان. من شدة غرابة المنظر بعض الضحايا كانوا بيبلغوا الشرطة عن إن الشخص اللي شافوه مش بشري إطلاقا، ولكن كانوا بيعتقدوا إن الشخص ده مخلوق فضائي أو شيطان. وكان الظهور الأول للرجل المبتسم في عام 1966 وفقا لما ذكره جون كيل محقق الخوارق، والذي له تاريخ كبير جدا مع المخلوقات الخارقة للطبيعة والمخلوقات المرعبة في كل مكان، واللي ممكن نتكلم عنه في حلقة تانية كبيرة جدا لأن المعلومات عن الرجل ده خطيرة جدا ومرعبة. المهم عرف الرجل المبتسم باسم موسمان، وفي كتابه مخلوقات غريبة عن الزمان والمكان واللي صدر سنة 1970 عرض كيل اللقاء الأول بين الرجل المبتسم وبين البشر. وإليكم الحكاية. كان في مجموعة من الأولاد بيسيروا في شارع طويل من شوارع نيوجريسي، وكان الكلام ده في أكتوبر سنة 1866، والشارع ده يا صديق البطل الجميل معروف ان هو شارع الحوادث المرعبة، فقد حدثت فيه أكثر من حادثة وكلهم مرعبين أكتر من بعض، كوارث بالمعنى الحرفي للكلمة. ولكن من أهم الكوارث دي كانت الكارثة اللي حصلت من أسابيع بس، وكانت فيه امرأة بتسير في الشارع ده، وكان الوقت متأخر جدا من الليل، وشافت الست دي شخص غريب جدا وكان لابس بدلة خضراء وبيطاردها وكان مرعب جدا، لكنها استطاعت الهروب وبلغت الشرطة. وكان الأولاد على علم بهذه القصة لكنهم ما كانوش مصدقينها أبدا، لحد ما شافوا بنفسهم
شاف الراجل المبتسم اللي كان بيطارد المرأة، وكان واقف ورا سياج ضخم جدا وكان بيبص لأحد المنازل. وحسب وصفهم فالراجل ده كان بيرتدي بدلة خضراء تجعله مخفي لما يقف وسط أي مكان أخضر أو في أشجار، مستحيل حرفيا إنك تشوفه. ولما قربوا منه لاحظوا إن الراجل ده بيبتسم لهم ابتسامة مرعبة جدا. الابتسامة دي ما فرقتش خيالهم أبدا، ابتسامة وصلت لحد ودنه. كمان عينيه كانت مرعبة بشكل غريب، عينيه كانت واسعة ومستطيلة وشكلها مرعب. المرعب فعلا ان الاولاد دول ما ذكروش اي معلومات عن اذن الشخص ده ولا حتى انفه، وده بيدل على ان الشخص اللي ظهر لهم كان بدون انف اساسا. مرت 3 اسابيع وبالتحديد في 2 نوفمبر سنة 1966، بائع ماكينات الخياطة كان راجع من ماريتا في وقت متأخر من الليل، وكان متجه الى اوهايو في طريقه للمنزل، ومنزله كان في فيرجينيا الغربية. وقف فجأة بسبب سيارة غريبة جدا بتسد الطريق قدامه. قال التاجر انه في حياته ما شافش سيارة بالضخامة والغرابة دي، فالسيارة كانت تشبه المصباح الضخم من بعيد. فتح شخص غريب جدا شباك صغير من السيارة، وصفه زي ما قال بائع الماكينات ان هو شخص مرعب، عينيه كانت طويلة ومرسومة على وشه، وابتسامة مرعبة جدا تتحفر في مخ اي حد يشوفها. وخد الصادم، قال بائع الماكينات ان الرجل المبتسم تواصل معاه عن طريق الافكار وليس الكلام، فحس التاجر ان في شخص بيكلمه في افكاره، وقال له سوف نرى بعض قريبا مرة اخرى، واختفى الرجل ده وكأنه كان خيال. واضاف بائع الماكينات ان الرجل المبتسم رجع مرة تانية وزاره فعلا في منامه، وقال له ان هو شخص من كوكب تاني يسمى لانونوس، وان الكوكب ده موجود في مجرة تانية. وبعد الحادث اللي اشبه بالخيال ده فعلا قرر البائع تدوين قصته في كتاب خاص بيه، ولكنه توفى قبل إصدار الكتاب في سنة 1990. وممكن دلوقتي يا صديق البطل يخطر في بالك سؤال مهم جدا، مش ممكن يا مارو الشخص ده من كتر ما هو مشي في الطريق وكان جاي من سفر بعيد جدا يكون هلوس وتاب من الطريق، وتخيل ان اللي بيحصل له ده كان حقيقي وهو مجرد خيال؟ طب يا صديق البطل تعالوا اقول لكم الخبر الصادم، أهو مش خبر واحد، هو مجموعة من الأخبار الصادمة. زوجة الرجل ده قالت إن هو فضل يعاني من حالة نفسية رهيبة جدا، وبدأ يتكلم مع نفسه وكأنه شايف حد قدامه، وكان في حالة صعبة جدا لحد ما مات. خد الصدمة التانية، قالت زوجة الرجل ده إن هي متأكدة واثقة إن الرجل المبتسم كان ليه سبب في موته، ده غير أصدقائه من اللي قالوا إن هو كان بيتصرف بجنون غريب جدا، وإن هو ما كانش طبيعي معاهم بعد الحكاية اللي حصلت دي. كمان الراجل ده في حاجة غريبة جدا حصلت في حياته قبل ما يموت، الراجل ده كان ناوي إن هو يعمل كتاب يتكلم فيه عن كل حاجة بتحصل معاه، وقبل صدور الكتاب بتاعه بفترة قصيرة جدا فارق الحياة. لسه مش مصدق؟ وأكيد بتقول لي يا مارو بذمتك أنت متأكد إن الكلام ده حقيقي أو واثق منه؟ تعالوا أقول لكم القصة الأشهر والأكثر رعباً عن الرجل المبتسم، واللي الكل بيجزم وبيأكد إن هي فعلاً قصة حقيقية. مستعدين؟ بسم الله فلنبدأ. ملحوظة مهمة جداً، هذه القصة مشهورة جداً وربما تكون سمعتها عند أي يوتيوبر تاني، لأن دي القصة الحقيقية للرجل المبتسم والأصلية والأشهر. عشان كده يا بطل حابب انبه ان القصة دي ممكن يكون عدد ضخم جدا سمعها قبل كده، ولكن حتى لو سمعتها قبل كده فانا بقولك ان المرة دي هتسمعها بطريقة واسلوب واداء مختلف يخليك تعيش جوه الحكاية. انا تايتل، ساكن في مدينة ستايل. انا شخص بحب الليل جدا وبحب كل حاجة مظلمة. صديق المقرب في السكن عكسي تماما، وعشان كده دايما بنزل الشارع بالليل لوحدي اتمشى وافرح وارجع تاني بالليل وانام. فضلت اتمشى 4 سنين في امان الله، مفيش اي حاجة تخوف. ولكن في يوم الاربع الساعة 1 بالليل كنت نازل اتمشى في حديقة قريبة من شقتي، متعود دايما ان انا امشي فيها عادي يعني، وكانت ليلة هادية تماما والسيارات كانت قليلة في الشوارع، يعني زي عادة اي ليل عندنا بيكون في عدد قليل جدا من البشر حواليا، ولكن المرة دي والمكان اللي أنا كنت فيه ما كانش فيه ولا بشري واحد. طلعت من الحديقة وكنت متجه لبيتي، مشيت في شارع مظلم صغير بمشي منه كل مرة، ولكن اللي شفته في الشارع ده كان أول مرة في حياتي أشوفه. شفت للمرة الأولى ظل غريب لرجل كان بيرقص بطريقة غريبة جدا، وكان بيمشي كده ومتجه ناحيتي،
من شدة حركته الغريبة والمجنونة اعتقدت ان هو سكران، فبدأت ابعد عنه ومشيت في الجهة المقابلة للسيارات. الرجل كان مخيف بشكل كبير جدا، قرب عليا وكل ما يقرب احس ان هو بدأ يرقص بشكل غريب اكتر. قرب مني وبدأت اشوف ملامحه وشفت وش شخص غريب جدا ومرعب، كان من اكثر الاشياء المرعبة اللي شفتها في حياتي، وكان بيضحك بشكل مرعب جدا، ضحكة غير ضحكة اي انسان، مستحيل ابدا ان اي حد يشوف الضحكة دي وتفارق خياله مهما كانت قوتك. صدقني الضحكة دي من اخطر واصعب الضحكات اللي شفتها في حياتي، واقول لكم ليه دلوقت. الراجل ده كان لابس بدلة خضراء قديمة وكأنها من عالم تاني. عديت الناحية التانية من الطريق وشفت الراجل المرعب ده واقف على رجل واحدة وكان بيبصلي ومبتسم، فعلا مرعب. وفجأة وقف الراجل المخيف ده بابتسامته المرعبة، وقف على رجل واحدة وبيبص للسماء وسبت على كده وكأنه تحول لصنم. مشيت من قدامه بسرعة وانا عيني عليه، خايف ومرعوب وعايز اوصل للبيت في اسرع وقت. وانا ماشي بصيت لحظة واحدة على الطريق قدامي وببص تاني ورايا للشخص ده، ولكن المرعب الشخص اختفى. مشيت وبصيت ورايا مرة تانية وكانت اللحظة المرعبة فعلا لما شفت الراجل ده في ظهري، ولكنه كان ماشي وهو قاعد، يعني كان قاعد بيتخفى عشان ما لاحظ وجوده. وكانت لحظة من اكثر اللحظات المرعبة في حياتي واللي عمري ما هنساها. مشي الشخص ده فجأة بسرعة كبيرة، من شدة الرعب اتجمدت في مكاني، ما كنتش عارف اتصرف ازاي لحد ما وصل الشخص ده قدامي، وبعدها بدأ يقرب مني اكتر واكتر، بعدها ابتسم لي ابتسامة مرعبة وغريبة وفضل واقف قدامي بدون ما يعمل اي ردة فعل لحظات، وقدرت اجمع قوتي مرة تانية فسألته What do you want؟ كانت نبرة صوتي فيها خوف شديد جدا ورعب. وبعدها بدأ الشخص ده يجري من قدامي بسرعة غريبة واختفى. جريت من الشوارع دي لحد ما وصلت لبيتي، ومن وقتها وانا ما بنزلش الشارع ابدا بالليل. ولكن الصدمة كانت ان فضلت اتخيل الشخص ده بيلحقني في كل مكان، وما كنتش قادر اعيش حياتي ابدا بشكل طبيعي. وبعد 6 شهور سبت المدينة بالكامل وانتقلت المدينة جديدة. ودي يا ابطال كانت قصة الرجل المبتسم الحقيقية اللي الكل بيأكد ويجزم انها حقيقية بدون اي تحريف او تزوير، ولكن خد الصدمة. عدد كبير جدا من الناس مجرد ما بيشوفوا وش الرجل المبتسم ده في اي صورة بيجيلهم شعور غريب جدا بالرعب، وبيحسهم ان هما شافوا الرجل ده قبل كده حتى في احلامهم او في الحقيقة. المهم ان هما دايما بيكونوا حاسين ان هما شافوه قبل كده، واللي انت ممكن تكون واحد منهم يا بطل. كمان في عدد كبير جدا من الناس قالوا ان هما مجرد ما شافوا شكل الرجل المبتسم في الصورة طلع لهم في الحلم في كابوس مرعب ما قدرش ينسوه في حياتهم ابدا. فلو انت حس ان انت شفت الراجل ده قبل كده فتأكد ان انت واحد من الناس اللي انا بتكلم عليهم دلوقت، ياريت تقولي تحت في الكومنتات. القصة كانت ممتعة وجميلة جدا، ولكن الممتع اكتر هو وجودكم معايا لحد دلوقت يا ابطال. فلو انت لسه قاعد لحد دلوقت فخد بوسة، والله العظيم انا بحبك. خليكم في امان لحد ما اشوفكم بكرة في حلقة جديدة اكثر متعة وتشويق، والسلام.